كنت مروح من الجنازة تبعت المعلمة بعد ما قبرنا صلاة الظهر، وانا مروح انا واصحابي طلع جندي من ورا من جوا الشجر ومسكني من ورا وحطني في الارض وبدأت تكلبش فيا، وطلع كمان جدي ومسكوني واخذوني عندي الجيب. قبل اصل الجيب حطوا عيني وحطوني على الارض وقعدوا فوق الاثنين، حطوا اجرى ركبت على ظهري وبدأ اخذوني عندي الجيب وحطوني على الشوك وعلى الحجار، طخوني الطريق الاول في اجري الشمال وانا مكلبش، وقمت وبديت اسرع شوي شوي، طخوني في اجري الثانيه وانا على الارض مكلبش وعيني مغمض علي في العصب، وبعدين الناس اخذوني والنسوان.